بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى درس في مادة التربية الإسلامية المستوى الخامس، المكون القسط. الموضوع: لا أغش، قصة صبرة الطعام. الأهداف التعلمية: أولاً، تعرف معنى الغش وأضراره. ثانياً، تعلم أن الغش ظلم للنفس وتضييع لحقوق الغير. تذكير: أولاً، من هم المطففون؟ المطففون هم الذين يحسنون الميزان. ثانياً، ما جزاؤهم يوم القيامة؟ جزاؤهم العذاب والهلاك في جهنم. ثالثاً، من هم الذين يغشون في الامتحانات؟ المتهاونون هم الذين يغشون في الامتحان. أقرأ وأكتشف. وضعية الانطلاق: أنصت جيداً. لم تعجبني تصرفات بعض التلاميذ والتلميذات الذين غشوا في الامتحان، فوجهتهم إلى نص قرآني وإلى قصة في الموضوع. النص الأول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين، الآيات 1 و2 و3. النص الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب 43، رقم 102. أعيد القراءة، المرجو الانتباه: لم تعجبني تصرفات بعض التلاميذ والتلميذات الذين غشوا في الامتحان، فوجهتهم إلى نص قرآني وإلى قصة في الموضوع. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين، الآيات 1 و2 و3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب 43 رقم 102. أتعرف معاني المفردات. ويل عذاب وهلاك في جهنم. يستوفون يوفون لأنفسهم بالزيادة، أي يأخذون حقهم كاملا ويزيدون عليه. صبرة كومة من الطعام، أي ما جمع من الطعام. أصابته السماء، أصاب المطر بمعنى بلله المطر. غش بمعنى خدع. ويل تعني عذاب وهلاك في جهنم. يستوفون يوفون لأنفسهم بالزيادة. صبرة كومة من الطعام، أصابته السماء، أصابه المطر، غش خدع. أفهم أسئلة الفهم. أولا، من تحذر الآيات القرآنية وبماذا تتوعده؟ تحذر الآيات القرآنية من يغش ويخسر في الميزان سواء بالزيادة أو النقصان، وتتوعده بالهلاك يوم القيامة. ثانيا، كيف وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام عندما أدخل يده في الصبرة؟ يعني عندما أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة كيف وجد هذا الطعام؟ وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام مبللا. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام مبللا. ثالثا، ماذا قال صاحب الطعام عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب؟ قال صاحب الطعام أن المطر هو السبب، يعني أن المطر هو الذي بلله. أبني مواقفي،
الغش ظاهرة اجتماعية، أي سلوك اجتماعي. الغش ظاهرة اجتماعية خطيرة وخلق ذميم، يعني ليس بخلق حسن، هو خلق ذميم يقوم على الخيانة والخداع، فهو لا يقوم على الصدق والأمانة، كإخفاء العيب كما فعل صاحب الطعام، أو تزيينه بحيث لا يتعرف عليه الطرف الآخر، يعني الطرف الذي يريد أن يشتري. كذلك الزيادة أو النقصان في الميزان كما ورد في النص القرآني. إذن التزموا باجتنابه لما له من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. أعيد القراءة: الغش ظاهرة اجتماعية خطيرة وخلق ذميم يقوم على الخيانة والخداع كإخفاء العيب أو تزيينه بحيث لا يتعرف عليه الطرف الآخر. الزيادة أو النقصان في الميزان التزم باجتنابه لما له من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. أوظف تعلماتي، أضع علامة أمام كل عبارة صحيحة. يؤدي الغش إلى أكل أموال الناس بالباطل، إشاعة البغض والكراهية، الإصابة بالأمراض، الكسل والخمول، الحرمان من إجابة الدعاء، احترام حقوق الناس. يؤدي الغش إلى أكل أموال الناس بالباطل، عبارة صحيحة، لأن الغش فعلا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وليس بالحق. يؤدي الغش إلى إشاعة البغض والكراهية، عبارة صحيحة، لأن الغاش لا يحبه الناس. يؤدي الغش إلى الإصابة بالأمراض، عبارة كذلك صحيحة، لأن الغاش يبيع مواد فاسدة يمكن أن تعرض المستهلك إلى الإصابة بالأمراض. يؤدي الغش إلى الكسل والخمول، عبارة صحيحة كذلك، لأن الغش يؤدي إلى الكسل والخمول وعدم الاجتهاد والعمل. يؤدي الغش إلى الحرمان من إجابة الدعاء، نعم عبارة صحيحة، لأن الغش أو الغش فهو لا يجيب، لا تستجاب دعوته. يؤدي الغش إلى احترام حقوق الناس، هذه العبارة ليست صحيحة، لأن الغش لا يؤدي إلى احترام حقوق الناس بل يساهم في تضييع حقوق الغير. أقوم وأدعم تعلماتي، أقرأ الوضعية وأبدي رأيي فيها. الوضعية: لي صديق يخفي ورقة في جيبه لينقل منها أجوبة الامتحان الإشهادي. أقدم نصحا لهذا الصديق مستثمرا حصيلة التعليمية في موضوع تجنب الغش. النصائح المقدمة أو النصائح التي يمكن تقديمها لهذا الصديق: أولاً، أذكره بالحديث النبوي الشريف: من غش فليس مني. وهذا الحديث الشريف فهو يحرم الغش ويعتبر الغش
الغش من كبائر الذنوب. ثانيا اقنعه بالعدول عن الغش للاسباب التاليه. الغش يؤدي لصاحبه الى ضعف مستوى التحصيل الدراسي. الملل من المدرسه. التكاسل. الاتكال وعدم الاعتماد على النفس. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.